جمهورنا الحبيب مشاهدي قناة رجيد، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ينعاد عليكم بالصحة والعافية وحياتنا كلها خير ومحبة وافراح. اليوم حلقتنا غير شكل، اليوم حلقتنا برعاية مول جدار سنتر. طبعا مول جدار سنتر فروعه موجودة خير وبركة بكل بغداد، بس احنا حصريا فرع اللي كائن بشارع الربيعي. مول جدار سنتر اللي كائن بشارع الربيعي مسوي عرض تخبل للقرطاسية، وجاي عام الدراسي جديد، خليكم ويانا. راح اسالكم وانتم تجاوبوني، من تجاوبني ما تقول لي ايه، ما تقول لي لا، ما تقول لي كلا، ما تقول لي نعم، ما تقول لي يس، ما تقول لي نو. هالشكل ما تسوي لي، هالشكل ما تسوي لي بلي مال بيبي، ما تقول لي اياها. اكيد متاكد ماكو، تركز وياي. جدار سنتر ابو الخير والبركه محضر لك الجوائز الحلوه، يعني بطاقه تخفيض للاسعار، ما تعجبك عطور تخبل، ما تعجبك تاخذ كارت وتروح تسوق هناك بلاش وتامرنا امر. من قناة العائلة العراقية قناة الرشيد أم الخير، وبلشنا حلقتنا وتعالوا وياي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك باشا؟ كل عام وانت بخير. انت بخير. عيدك مبارك ان شاء الله. جميل. الله يحفظك. احنا راح نسالك وتجاوبنا. من تجاوبنا ما تقول لنا اي، ما تقول لنا لا. اعرف. حافظهم. ما تقول لي كلا، هالشكل ماكو، بلي مال بيبي ماكو. اكيد متاكد ماكو، تركز وياي. جدار سنتر ابو الخير محضر لك جوائز حلوه من خلال قناه الرشيد، ماشي؟ ماشي. هاي الجوائز شوفها. خير وبركه، تؤمرنا امر. كلكم خير. الله يحفظك، بلشنا. شلونك باشا؟ الحمد لله. حضرتك من بغداد؟ من بغداد. بغداد منين؟ علينا هذا. بغداد منين؟ شارع فلسطين. ما انت من شارع فلسطين؟ شارع فلسطين. شارع فلسطين. من شارع فلسطين والنعم. حضرتك متزوج؟ متزوج. عندك اطفال؟ عندي اطفال. جد؟ ثلاثة. ثلاثة الله يحفظهم؟ ثلاثة. شبيرة بنية؟ ولد. 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 شو اسمه؟ كرار. كرار؟ كرار. يعني يصيحوا لك ابو كرار؟ ابو كرار. زين، جو كرار منو؟ سجاد. سجاد الله يحفظهم، كرار وسجاد. وبعد؟ بعد واحد حسن. حسن ما شاء الله. يعني ما عندك بنية؟ ما عندي بنية. متأكد؟ ما عندي بنية. الله يحفظك. عندك سيارة؟ ما عندي سيارة. ما عندك سيارة؟ ما عندي سيارة. يعني ما عندك سيارة وما عندك بنية؟ ما عندي سيارة ما الله يرزقك. بالسيارة الحلوة إن شاء الله. بيتك الله. إيجار ولا ملك؟ إيجار. بيتك إيجار؟ إيجار. زين، حضرتك بيت أهلك أيضا بشارع فلسطين؟ مو بشارع فلسطين. مو شارع فلسطين. بس أنت مأجر بشارع فلسطين. شارع فلسطين. يا رب يعمر بيتك. حضر له جائزة يا اخوي الباشا ويأمرنا امر. هاي جائزتك مقدمة من مول جدار سنتر اللي كان بشارع الربيعي. هاي الجائزة لك، وتروح هناك يا خير وبركة. اعطونا بعد كارت تخفيض اسعار. هاي تخفيض اسعار توب قرطاسية وملابس وتاخذ هاي وهاي. قناة الرشيد تقول لك تؤمر. رحم الله والديك. تؤمر. برنامج اشكركم. انت راقي، انت راقي يا باشا. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. اهلا وسهلا. شرفتنا شرفتنا. اليوم قناة الرشيد ومول جدار سنتر يقول لك حضر لي الجوائز، ما حد يخسر اليوم ويانا. شلونك؟ الحمد لله. مدام شلونك؟ ان شاء الله زينه. بعد قناة الرشيد قناة العائلة العراقية وانت اخذتنا وتاج راسنا. وهاي الله يحفظك، حافظت البرنامج؟ حافظته. شو اسمك؟ جعبه. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زينه. انت تشاركين لهم وبس ماما لو بس انت وشنو؟ كيفكم؟ بس انت؟ اوكي. ماشي. اذا بس انت على مود ما ننطشرش الماما. وبلشنا. راح اسالك وتجاوبيني، من تجاوبيني ما تقولين اي، ما تقولين لا، ما تقولين كلا، ما تقولين نعم، ما تقولين يس. يس. ما تقولين بلي. بلي. هالشكل ماكو، هالشكل ماكو، اكيد متاكد ماكو، متفقين؟ نبلش؟ يلا. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زينه. انت اكبر خواتش؟ اكبر خواتي. اذا صفيني هو يقول تلعب بوجهك. ما يصير صفيني. ماشي؟ انت اكبر خواتش؟ اكبر خواتي. زين، الصغيره شو اسمها؟ ما عندي اخت. بس انتي؟ بس اني. يما فدوى الله الوحيده اللي تعطيها جائزه. تسلم. هاي جائزه ما تسمى مقدمه من مول جدار سنتر اللي كائن بشارع الربيعي. تفضلي. شكرا لك. انت وست الوالده. بالشرف. بالشرف.
الله يساعدك. الله يساعدك. شلونك يا حبيبي؟ شكرك لزق ساعدني انت غير اخوي. شلونك يا حبيبي؟ ان شاء الله زين. الله انت جاي وحدك ولا عائله وياك؟ وياي العائله. خلي يشرفوني وبرنامج من العوائل. والله اختي الغاليه يشرفوني. على راسي على راسي. يا راح حاضر البرنامج. حاضر اعيد لك اياهم. اي ها يلا راح اسال حضرتك وانت تجاوب. نعم. من تجاوب لي ما تقول لي اي ما تقول لي لا ما تقول لي يس ما تقول لي نو ما تقول لي كلا بنات الرشيد وياك واعمل هناك وين ما تروح تلقى قناه الرشيد. ركز وياهم ماشي هالشكل ماكو. نعم. هالشكل ماكو بلي ماكو اكيد ماكو متاكد ماكو متفقين؟ متفقين. بلشت؟ وبلشنا وبلشنا يا ابو الله يساعدك. ويساعدك. علي لي صوتك شاته نايم؟ ويساعدك. اي هسه دوب شلونك؟ تمام. انت من بغداد؟ من بغداد. منين؟ زيونة. يعني برا صافي لو تكف بالكف بالكف زيونة بالكف عشان تجيب دومي برا صافي. يلا ولا يهمك هاي وحدة. يلا باشي عندك سيارة؟ عندي. ايش شنو؟ اقول لك باشي ادم اللي ترى خطوة. يلا اي ما يصير نقول يلا. اي ها قال ايش شنو؟ تقول لك ما قال ايش بعدنا ولا يهمك. يلا انت هسه مستمرين؟ مستمرين. يلا يلا عندك سيارة؟ عندي سيارة. وارد امريكي لو خليجي؟ خليجي. شنو هي؟ سورنتو. سورنتو؟ نعم. ميو ونعم ماكو نعم ما يصير نعم شمس لا شمس خير هذا شبعنا نبل الشخص. يلا تدله. يلا عيد وخير وبركه وقناة الرشيد بعد قناة العائلة العراقية واليوم الحلقة برعاية مول جدار سنتر اللي كان الشارع الربيع محضر لك الجوائز الحلوة وتعمر. ركز وياي سيارتك هسه وارد امريكي مو؟ خليجي. متأكد؟ خليجي. خليجي يا مدير 2015 ها 15 2015 15 هاي شنو يلا لا سويش بعد خلاص الكلين عليه. حبي انت سيارة ما تكلم على ابوك لو سيارتك الشخصية انت اشتريتها لو ابوك اشتراك. انا اشتريتها. متأكد؟ انا اشتريتها. شو وقت اشتريتها؟ قبل سنتين. قبل سنتين. قبل سنتين. وهي 2015 2015 وارد امريكي؟ خليجي. ها خليجية. خليجي. متأكد؟ خليجي. وعاشت ايدك اخوي يا فازي ويا صف قولي جائزته. وين جائزته؟ وين جائزته؟ مو انا. وين جائزته؟ يلا هاي جائزتك مقدمة من مول جدار سنتر اللي كان شارع ربيع وتأمرنا امر. الله يا بقنا ترى جد كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. الامن والامان على الشارع وجودك يا ملك يا راقي ان شاء الله علينا عملتوا علينا الفرحة. الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا. مساء الخير. شلون الصحة؟ شلونك؟ هاي الك والحلالك. ماشي؟ شلون الصحة؟ اليوم قناة الرشيد قناة العائلة العراقية أكيد معروفة فرحان إني بشوفتكم. أشكرك. وبرنامج غلطة الشاطر أكيد حضرتك متابعته. أكيد متابعته وحافظته كله. حافظته؟ أعيد إشياها؟ لا لا تقول إيه لا تقول لا لا تحرك راسك لا تقول أوكي لا تقول إيه كلهن. بعد أكيد متأكد؟ أكيد متأكد متحرك راسك. يلا نبلش؟ نبلش. وبلشنا. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة؟ الحمد لله بخير. حضرتك معيدة بالكلية؟ مو معيدة بالكلية. مو معيدة؟ مو معيدة. متأكدة؟ ميو ميو ما حافظته؟ لا لا طيب يلا هاي تشانس تشانس لقتنا الغالية وتأمرنا أمر تشانس. قبت العيطة شكله يلا يا به أنت مو معيدة؟ مو معيدة. طالبة؟ متخرجة. متأكدة؟ متخرجة. متخرجة صار لك شقد متخرجتي؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين. متأكدة؟ لا تسوي شقد ورثة تقول لي ما متأكدة ولا يهمك. حضرتك وين ساكنة؟ الزيونة. يعني بغداد؟ بغداد. شلون عرف؟ بغداد زيونة. اي يعني بالكف؟ برا صافي. زيونة برا صافي ولا كف؟ صافي. صدق؟ ما تدري؟ عاشتيني. حضرتك كم اخ عندك؟ اخين واخت. اخين؟ واخت. اخت. يعني انت الرابعة؟ اني قبل اخير. اي يعني انتوا اربعة بالبيت. ما عدا بابا. ما عدا بابا وماما. بابا عايش؟ عايش. متأكدة؟ عايش. الله يحفظها ان شاء الله. ماما موجودة؟ موجودة. الله يجعلها خير ما عليكم. وين ماما؟ هاي ماما؟ هاي ماما. على راسنا ونتشرف بها وهدية ماما. هدية ماما تأمر أمر. يابا انت وين جوائز؟ ما حد يصفق لي ليه؟ زي ما انت تقول ما حد يصفق لي صفقوا لها يابا. الجماعة طالع عند فون هنا. طبعا انا اقول لك شغلة هاي ثاني مرة افوز بهذا البرنامج. صدق؟ احنا يشرفنا. شو ما تذكرش؟ ناس تذكرني. صدق؟ اي مرة. الشرف الشرف. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله ان شاء الله زين. مرحبا اختي الغاليه. شلون الصحه؟ عيونك. يلا دكتور تعالي نهشت عنك. يا ابا راح نسالكم وجابونا انتم حافظي؟ حافظيها. حافظتها؟ اعيد لكم اياها؟ يلا الزم المايك. زين يلا. تفكريني. من تجاوبني؟ ما تقول لي اي ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم. هذا هو. ما تقول لي ايش ما تقول لي نو.
بدون اللي يكلم بلي ماكو اكيد متاكد ماكو متفقين متفقين نبلش نبلش اثنين عفوا هو بعدين اي بس كل واحد اثنين اثنين كل واحد شانس وبلشنا مساء الخير مساء النور شلونك يا حبيبي الحمد لله شو اسم منك خالتي خالتك خالتي يعني اخت امك اخت امك متاكد تعال تعال من دنقه تعال من دنقه يلا السلام عليكم وعليكم السلام شلون الصحه اعيد الشاهد نعم ماشي نبلش نبلش وبلشنا شلون الصحة؟ الحمد لله يا بسلام لله الحمد لله اي الحمد لله انت صغير خالته؟ خالته ولو صغير عمته؟ خالته اخت امه انت اخت امه؟ اخت امه يعني هو شو صار منكم شنستوا؟ هو ابن اختي ابن اختي الله يحفظه ان شاء الله حضرت شيء معلمة؟ لا حضرت بنت مين؟ لا شنو؟ هو ماكو شيء عمي تعطوها شانس؟ نحكي تعطوها شانس؟ يلا تمام الامر يلا يلا اختي غالية شو وين ساكنة؟ البلديات ها من البلديات؟ البلديات متأكدة؟ البلديات البلديات الله يعمر بيتك إن شاء الله كم واحد في بيتك؟ أربعة أربعة؟ أربعة يعني أهل زوجك بعده؟ عدهم ها عدلك؟ الله يعمر بيتك أختي فازت وياي تأمر أمر فين؟ تدلك تدلك ها شو يصير منك؟ ها تضحك ها خسر هاي أمك؟ هذا ولدك خسر يلا أختي غالية جائزتك مقدمة من مول جدار سنتر الكاي شارع الرباعي لذلك شايل هدية يوم الحق برعايتهم وبعد قناة الرشيد وتؤمرين أمر وانتم بخير إن شاء الله قناة الرشيد يعني سباقة إن شاء الله زادنا الشرف شكرا لأختي الغالية خسارة دائما مخصص حق عليك اي طبعا صديقي شلونك تؤمر أمر شلونك حبيبي تعالي هنا تعالي بلفي بلفي والله شلونك يا باشا والله سريع كلام شلونك قبل ما سلطان اي اقول ما اقول اقول راح اسالك نعم وجاوب نعم من يجاوبني ما تقول لي ايه ما اقول لك ما اقول لك لا ما تقول لي يس ما تقول لي نو اوكي ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم هالشكل ماكو هالشكل ماكو بلي ماكو اكيد متاكد ماكو متفقين يلا نبلش يلا تعال افتر ليش لا هيك الان شلون انا اقول عاشق عبد المصورين الكاميرا كان يشوف وقناه الرشيد تموت عليك ايه جاي عليك انا راسي وبلشنا المايك هذا ثبت لي ايش عم صوتك بلشنا شلونك يا حبيبي والله بخير شو اخبارك الله يحفظك ليش بالثلاثي برغام علي مزر مزر والدك يا مزر اي جدي مزر جدك والدي علي اوكي هاي شانس تؤمر اوكي يعني علي والدك نعم ميو ما يزرع يلا شرفني الله يساعدك حبيبي شلونك يا حبيبي خذ لنا هاي السيرين بيدك خليه يلا يا ابو الله يساعدك حبيبي شلونك يا باشر من وسهلا يا ابو احنا راح نسالك حافظن اسال حافظن حافظ عندك يعني حافظ حافظن وبلشنا يا اخوي شلونك يا حبيبي حبيبي شو اخبارك الحمد لله حضرتك وين ساكن نجف اهل النجف نجف والله وثلاث انعام اعلام اهل النجف حبيبي على راس واحنا صورنا حلقه هناك يا اهل النجف دعونا طبعا على راس وجهوا دعوه قناه الرشيد وغرقونا بكرمهم اهل النجف الطيبين حبيبي العراق حبيبي 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 اخويا فاز وياي يا ابو قوله حبيبي رحمه الله وين جائزتك وين جائزتك ولك ولك الجائزه ولك على راسي على راسي هاي جائزتك حبيبي مقدمه من مول تسلم جدار سنتر الرجال بشارع الربيعي لك الهديه الحلوه حبيبي تسلم من خلال قناه الرشيد ممنونين من عطفي ممنونين ممنونين شرف حي الله النجف واهله هلا بالباشر شرفنا السلام عليكم شلونك استاذ سلام. يشاركون كلهم لو بس حضرتك لا كلهم كلهم ايه. لا واحد يشارك واحد العائلة ايه. يلا من بيكم يشارك انت تشاركين حافظتي الواحد القوي عم نعطي جائزه ايه. يلا تعال صفي يلا السلام عليكم وعليكم السلام شلونك باباجي حافظتي البرنامج اي حافظتي حافظتي جزمي المايك ركزي وياي عم نعطي هديه ايه. راح اعيد لك اياها خوش من اسئلتك وجاوبيني ما تقولين اي ما تقولين لا ما تقولين كلا ما تقولين نعم ما تقولين يس ما تقولين نو ما هز براسي عافية هيش ماكو هيش ماكو اكيد متاكد ماكو بلي مال بيبي ما نقوله اي بلش بلش يلا بلشنا شلونك زينة هذا بابا بابا هاي منو اختي وهاي منو اختي يعني هاي اختك اختي هاي اختك اختي وهاي اختك اختي زينات اخواتك اثنيناتهم اخواتي متاكدة اخواتي عافية عافية هاي فازت وياي حافظت البرنامج صفقوا لك فازت وياي حافظ البرنامج وين الجائزة ولك وين ولك ما وصلت وين تروحي هذا يخور منا ومنا يخور لك ابقى يمشي يلا هاي جائزة مقدمة من مول جدار سنتر اللي كان شارع الربيعي وتدللين الله يحفظها شكرا شو تقولين قناة الرشيد؟
أنا أتابعها أشكرهم لأن برامجهم كلش حلوة. يا الله يحبك. يومي أتابع. أنتي حلوة وحبابة. يخليك الماما ويخليك جدة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا حبيبي؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. ودنا المايك. شلون صحتك؟ الحمد لله. هو أنت مراكب؟ لا. تلعب حديد؟ إيه. ها؟ تلعب حديد؟ لا لا ما. لا بس أكيد. هذا الصحة والعافية إن شاء الله. الله يخليك. لا راح أسألك. إيه الله. وتجاوبني. آه من تجاوبنا؟ ما تقول لنا إيه؟ ما تقول لنا لا؟ ما تقول لنا كلا؟ ما تقول لنا نعم؟ ما تقول لنا يس؟ ما تقول لنا نون؟ هالشكل ماكو؟ ما تقول لي أكيد؟ ما تقول لي متأكد؟ ما تقول لي بلي؟ متفقين؟ أوكي ماكو خالع عقد. لا خالص وين احنا يلا ها نحكي عن نجاح يلا خذنا المايك وبلشنا علي لي صوتك شلونك يا باشا حبيبي شو اخبارك الحمد لله جابت تكبر اخوتك ايه نيو ما ماكو شيء يوم الامر كمل 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 يلا جاب انت اكبر اخوتك اكبر اخوتي الجواك منو اصغر منك بني ولد بني الله يحفظهم ان شاء الله وعندك اخ اكو اخ نيو عادي 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 يلا دي كمل يا سالي حسيت علي فكيت حالك اخوك شو اسمه سين وانت شو اسمه سين عشينه. لا اخوي فهد اخوك فهد ايه وانت سين اخوك سين ايه 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 مياو 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 السلام عليكم وعليكم السلام حافظين حافظين بلش بلش يلا بلش شلونك حبيبي زين الحمد لله اذا تصبر تعلق اقول لك اطلع بوجهك لا لا ماشي شلونك زين شلونك بالبليارد كل زين مو بالحاسبه بليارد صدق اي زين اي زين جيب المايك روح قبل السلام عليكم شلونك يا حبيبي شو اخبارك الحمد لله جاي باخذ بالبيت شو اخبارك بلش بلش راح حافظ حافظ طبعا يومين اشوفك والله والنعم راح اسالك وتجاوب من تجاوب ما تقول لي اي ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم اكيد 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 تقول لي نو اكيد قبل اكيد شلبت فيها عقبه خطرت والله هالشكل ماكو هالشكل ماكو وبلشنا وبلشنا شلونك حبيبي الحمد لله هلا يا بالمعدل هلا بالمرتب اشكرك يا ورده يا بس عندك كابرس قالوا ما عندك كابرس عندك سياره؟ ما عندي سياره ما عندك؟ ما عندي زين جيت تاكسي؟ ويا صديقي شنو سيارته؟ او بتره او بتره او بتره تكبر بابيه 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 يعني وارد اوروبي خليجي خليجي خليجي, خليجي طبعا انت من وارد مبين انت مجرش طبعا مجرش من الحله لهنا والله اشكرك حضرتك مين من الحله سبست على ابني ايه لازم لازم زبل ولا ابو قايمه انت من الحله من الحله والنعم مين من ذكر لي من لا لا شهر 60 لا يا بلا لا يا بلا والله شنو لا لا ما كلا ما كلا ما قلت لا من قال لا قلت من شهر 60 شنو قال لا طيب شرفنا شرفنا شلونك يا حبيبي عندي الزم الزم ولك الزم ولك ولك اسكت خليه يحكي ولك ولك ما وجدنا ولك شلونك حبيبي الحمد لله حافظهم حافظهم عيدك ياهم حافظهم يلا وبلش شلونك الحمد لله انت من المدرسة تع شنو؟ ميو؟ ارجع لي بطابوقة بعد قلنا لك انت بالمدرسة؟ تع شنو؟ والله والله يحشى انت صح لع شنو؟ زين انت بالمدرسة بياسر هم قولي لع شنو؟ سادس ها سادس؟ ثالث انت بالسادس؟ ثالث بس ثالث ثالث متوسط مو؟ ابتدائية انت ابتدائية؟ ابتدائية هذا اعطي جائزة اعطيني جائزة صف قولي التخفيضات التخفيضات ولك طق تسوق ولك الزم روح على بابه تاخذ بابا وتروح وين؟ الجدار سنتر اللي كان وين؟ شارع الرباعي. تروح تسوق تخفيضات تو مسوي لك. هاي ياخذوا منك فلوس، يلا روح طير. هلا بالمعدل. شلونك؟ احنا جايبين لك جوائز. قناة الرشيد قناة تباع من منافسة على الدرب. فدوه. اعطينا شعر عم نعطيك جائزة. شعر. اي ما عندك شعر؟ انت مو لابس منابر؟ شو العلاقة يعني؟ هلا شعر. هلا شعر. لازم يثبت عندك. يلا. ما عندك شعر؟ يجي قل لنا لعن عيب شو اللي شعر؟ انت تراقي وانت محترم ولا انت رشيد تحبك يلا قل لنا شعر خلص علي اريد ابن اريد ابن عدل ميت اريد ابني مشوني مشوني لا نقول شعر نقول تمين انا مين؟ اه والنعم الحكايه اللي تقولها بترش حقك معدل كلمه تقولها ايش ترش يلا قول شعرك اذا ما بفعل انا مبدل يلا اريد ابني اريد ابني اريد ابني اريد ابني اريد ابني عدل ميت اريد ابني اريد ابني مشوني مشوني على درب الموت وبهمه
ابوس جفوف عزرائيل اذا ما يرضح بجدمه جدمه اخاف وليد يضل وحيد وسكاكين الذبح فوقاه ملتمه ملتمه انا ادري اللي يطيح الضيج اول ما يريد امه صح هيك الله ويلاقيني ويقول له ياك خليني يا ورده عمري يمه بفيش واشتمه واشعل كل ضوء بروحي واقول له سوت الظلمه وظفره بالقصيبه وياي خاف وتفوقنا النسمه الله. يظل حبل الصبر ممدود يا ابن الشيلة هم مفتاح ذا باب الفرج مسدود قلب الوالدة شمدري كنك ما ترد ردود ولا كنك عليها تعود ليش عيونه رفت والدموع جبود وليش امك من تسبع اخبار امك بس تخرط خدود عدل ميت مبارك بس اشم منه حتى لو وصل مذبوح بدن جفوفه لمنه فشته من ابو الحسنين اذا يم غيره دفننه وابني له قبر يمه ورد للزيجة شقنه ومثل على كذا معدل وحش يخبر حش يخبر مثل هزات كاروكا يكون بقبره هزنا واشعل عاد صف قول طبعا انت جماعه مدرسي انت ما تدري بس انت قدمت لوحه حلوه لوحه حلوه وصف حلو والله يحفظك الحجيه وجوعش جدار سجل اللي كامل شارع ربعي شيء عجبك وتخفيضاتهم هاي اذا اخذوا منك فلوس بدون امر شلونك يلا خير على الله الحمد لله يا سيدي حافظين؟ حافظ يلا راح اسالك وتجاوبني تجاوبني ما تقول لي ايه ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم ما تقول يس ما تقول نو حافظين؟ بلشنا شلونك؟ الحمد لله حبيبي شو اسمك انت؟ حامد حارس؟ حلو اسم حامد حامد حاملس حامد حامد جيب المايك راح اسالك وتجاوبني حافظ البرنامج؟ ان شاء الله حافظ ان شاء الله بلش شلونك يا حبيبي؟ الحمد لله الله يسلمك الحمد لله حضرتك يا مواليد 92 اكو حركة راس يا ولا يهمك شو اسمك؟ عقيل ها؟ عقيل خالد ماهود ماهود جدك؟ جدي والدك؟ خالد وانت؟ عقيل ماهود جدي مفهم؟ الله يحفظه ان شاء الله حضرتك منين؟ من بغداد بغداد كلف مو؟ العبيدي لا العبيدي صافح. ولا محتاجه؟ لا شكرا للعالم يا رب فرصة خير فرصة خير كل عام انت بخير كل عام انت بخير عندك سيارة؟ سيارة ما عندي شو سفنت؟ عادي سيارة ما عندك؟ ما عندي وارد امريكي؟ ما عندي سيارة ما عندك سيارة؟ ما عندي سيارة زين قلت انت من العبيدي؟ انا من عبيدي عاش تيدك شو اخي انتو؟ أربعة أربعة انت الخامس؟ ايه تشرفت شلونك يا حبيبي؟ الحمد لله حافظهم؟ لا حبيبي عيدك راح اسالك وتجاوب من تجاوبني ما تقول لي ايه ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم هاي عفو ما تقول لي يس ما تقول لي نو هالشكل ماك هالشكل ماك بلي ماك اكيد متاكد ماك متفقين؟ لا تعجل الزم لي حجر لي بس راح يزرع موده بلش؟ بلش يلا علينا المايك اذا تعلق اقول لك اطلع بوجهك خل علمنا لو مو تعلق لا تعلق ما تعلق مو حاسبك يلا بلش شلونك؟ زين هاي الصيفية رحت مسبح؟ علق ما رحت علق لي صوتك ما رحت؟ لا تم ما كنت لا زين ما رحت عوف ما رحت زين شق ما رحت سبحت؟ لا ما رحت نعم بل ان شاء الله شلونك يا حبيبي؟ الحمد لله الله يسلمك اخبارك؟ تبى تتوقف هنا صيح جاسم موجود هاي بايك هنا روح يلا شلونك حبيبي؟ الله يسلمك شو اخبارك؟ حضرتك اعيد لك اياهم؟ لا حافظها متاكد؟ متاكد وبلشنا شلونك؟ الحمد لله بخير الحلاق مالتك بمنطقتكم؟ منطقتنا لو تروح لتاكسي لو مشي؟ منطقتنا مشي روح يعني قريب؟ قريب ما حلا ركن الحلاق؟ ركن متاكد؟ ركن نعم ركن ولا يهمك اقول لك قول انت ايش قد بالبيت؟ كم نفر؟ من نفرات؟ تسحب من نفرات يعني انت حسب تروحك وياهم؟ وياهم متاكد؟ وياهم الله يعوض بيتكم بيتكم وين؟ زحفرانية تبجالة زحفرانية تبجالة زحفرانية اعطيه جائزة انا ما حد اعطيه ماشي مول جدار سنتر اللي كان في شارع الربيعي روح السوق وتفايل عليه وعليه حبيب قلبي شلونك؟ الحمد لله شو اخبارك؟ على الله احكي لنا نكته قدمي لنا
نكته ايه؟ ما اعرف زين تغني؟ ما اعرف صوتك محلو؟ ما حلو اه تغني بالحمام ما تغني بالحمام؟ اغني اه يلا نبلش؟ ايه راح اسالك وتجاوبني قادم من تجاوبني قادم رفض بدون لا بدون نعم بدون نبلش؟ بلش وبلشنا شلونك يا حبيبي؟ الحمد لله شو اخبارك؟ على الله ابوك عدل؟ عدل الله يحفظه ان شاء الله وين بيتكم؟ بالعبيدي هات من العبيدي؟ ايه قلتي؟ ايه لا حبيبي الله يسعدك شلونك يابا احنا راح نسألك ايه وانت تجاوب ان شاء الله انا جاوب ما تقول لي ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم انت شو راسك الشكل ماكو بني ماكو اخي متأكد ماكو متفقين متفقين تركز ويانا وقناة الرشيد شوفه والدنيا انت شوفه نبلش نبلش علي لي صوتك كيف سماك شارجر ناخذ المايك بلشنا شلونك يا حبيبي الله يسلمك شو اخبارك الحمد لله حضرتك يا مواليد 89 79 89 89 نعم نعم ميو ماكو نعم يلا ولا يهمك ولا يهمك هاي شانس شو اخبارك الله يسلمك هذا زغير شال ولدك مو ولدي ها انت اليوم وحدك جاي لا ابن خاله جاي لا ابن خاله نعم ولا خاله جاي ولا لا لا الا عبرت يا عبرت عبرت ما تعبر على المشاهد يلا عبرت عبرت شرفنا شلونك يا حبيبي؟ خير شو اخبارك؟ خير حافظ البرنامج؟ لا راح اسالك وتجاوبني من تجاوبني ما تقول لي اي ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم هاي عفوا ما تقول لي ايش ما تقول لي نو هالشكل ماكو هالشكل ماكو بلي ماكو اكيد متاكد ماكو متفقين؟ متفقين نبلش؟ نبلش يلا طلعوا على الكاميرا مو عليه انت ما شايفني؟ على ما شفت تحبك تشوفك شلونك؟ خير انت تعرف تلعب قوه؟ اعرف العب طوب بلي يعني انا قزموها اعرف العب زين بالشارع تعرف تلعب طوب اعرف العب طوب وين تلعبون طوب بالساحه بالساحه هلا هلا شلونك هذا كل زين هذا هلا حبيبي شو تعطي بوسه شلونك غني 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 عيد كبير عيد كبير يلا يلا انت غني وانا لحقك عيد 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 يا هلا عيد 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 يا نعاية يا بي كل عام وانت بخير كل عام خير كل عام وانت بخير وعيابك سعيدة يا سعيدة وقناة تحبك واحنا نحبك وعياك حبه واحنا نموت عليك وعيدك مبارك طلعوا الهدية ما تولي الهدية باسك عيد مبارك طيب هذا يا سعيدة قول لك طابوبة ما عندك طابوبة لك دمشي باوع هاي هديتك مقدمة من مول جدار سنتر هاي هنا الهدية وهاي خاف تروح هناك يم تسوق بلاش يقول لك تومر نامر جدار سنتر قول لك شكرا قول لهم شكرا قناة رشيد قناة رشيد عيد عيد يا حبيبي يا حبيبي الله يحفظك الله يحفظك شنحفظ العياك ايام سعيدة من العام وخير قناة يا حبيبي يا حبيبي قناة رشيد ان شاء الله عيد مبارك ايام سعيده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبي شكرا شلونك باشا تعال تفضل شلون صح زين يا حبيبي شلونك عيد شلونك هلا 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 عمي شلونكم جميل الله يحفظك من يشارك ويانا تفضل ها انت حضرتك نعم يلا السلام عليكم وعليكم السلام شلون الصحه شلونك يا احنا راح نسالك قادم وتجاوبنا ان شاء الله من تجاوبنا ما تقول لي ايه ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم نعم ما تقول لي يس ما تقول لي نو هالشكل ماك هالشكل ماك كنتوا حافظيها غير بني بني حافظك الله يحفظك الله يسلمك بلش بلش بابا بس نخسر بابا يلا بلش يلا الله يسلمك مشاركة وياك يا ربع الله يخليك ان شاء الله شلونك يا باشا شلونك وبلشنا دول ولدك عندك ياهم ايه ايه راح اسالك وتجاوبني نعم حافظين ولا ما حافظين؟ ما حافظين راح اسالك يا بس شوي اقول مجال بالصوت ايه راح اسالك وتجاوبني من تجاوبني ما تقول لي ايه ما تقول لي لا ما تقول لي كلا ما تقول لي نعم ما تقول لي يس ما تقول لي نو ما تقول لي بلي اذا تستني العشوان شو اقول؟ ما تقول لي اكيد ما تقول لي متاكد الجواب كلش سهل انت ما حافظيه ما حافظيه قالوا ما حافظيه؟ يلا عاد انا ما حافظه شو ربطك لا تخسر لعدتك اي عادي لا تخلي امك يلا بكيفك بلش مشاركتك يا شيخ شلونك يا حبيبي حبيبي حضرتك من بغداد مو؟ نعم نعم بابا خسر بعد ما حد قال نعم شنو يا بابا يلا هاي الشانس عليها يلا هسه وياك حضرتك قلت من بغداد؟ بغداد تركل ولا مسافر؟
مصافر. علينا انت من مصافر؟ مصافر. شكي؟ مصافر. عاشتين مصافر وين؟ بلديات. من البلديات؟ بلديات. والنعم حضرتك هناك بيتك ايجار ولا ملك؟ ملك. بيت ملك؟ ملك. الله يعمره ان شاء الله. بيت الوالد ولا بيتك واحد شخصي؟ بيت. بيتك انت؟ بيت. حضرتك كم طفل عندك؟ أربعة. أربعة؟ أربعة. الله يحفظهم. عندك سيارة؟ لا. ميو ما في. لا بابا كسر. سبحان الله. من يشارك فيهم؟ يلا شارك. يلا جانش. زينب. حليلي صوتش. انت ايش اسمك؟ سارة. ها؟ سارة. سارة. ايش تقول العيد؟ زين. سارة انت في المدرسة؟ لا. هلو؟ يلا يلا جابر شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ الحمد لله. عيدك ياهل؟ مليان. نبلش؟ نبلش. شو اخبارك؟ انت شو اسمك؟ سيف. سيف؟ سيف. سيف سارة اكبر منك؟ ايه. ايه. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يحفظهم. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. سلام. رايحش تعلم؟ لا طول منك. لا طول. لا طول. تخيل وبركة. الله يعوضك. يقول لا طول منك. يابا مو قالوا شالوا وصباتي ويوم الله. شلونك عمي؟ شلون صارت؟ يابا قناة رشيد يحبك يقول لك كل عام وانتم بخير. الله يخليهم الله يعايدهم. كل الشعب العراقي بخير. ان شاء الله. احنا راح نحضر برنامج. ان شاء الله. راح نسألك ونجاوب. ها. من الجاول ما تقول لي نعيم تقول لي نعم تقول لي نعم كلام تقول لي نعم ان شاء الله. هذا النوب المصور شلشني ساعه ماي ساعه يسوي راح يدق اصبع. ماشي اكيد متاكد ماكو بلي مال بيبي ماكو. لا لا تركز هاي الجوائز تنتظرك ان شاء الله جوائز. وبلشنا. ايه. شلونك يا حبيبي؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ دول وياك؟ ايه ايه. هذا واحد جاي تعال 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 وين رايح تعال؟ اليوم موجود على سنتر حضر لك الهدايا الحلوه. انت وجودك هديه. الله يحفظك. الله يخليك. ركز وياي. كمل. عين عليك لو شلون؟ شعلك بي؟ دول مو وياك؟ ايه. لا بشيل السالفة، تعال تعال تعال. ولا يهمك، أنت حضرتك من بغداد؟ ايه. حضرتك من بغداد يقول لي ايه؟ نعم نعم. أنتم نعم. لا بس من بغداد من كيخبر أصافر؟ لا من. لا من أنا حجر. أخي قلت أنت. شو أخبارك؟ الله يخليك. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. انت بألف خير ان شاء الله. عقلك قناة رشيد قناة العائلة العراقية. الله يخليك ويحفظك. الله يحفظك. وياك الحجية؟ لا. وياك الحجية؟ لا بس وياي جماعتي. اه يلا بلش حاضر البرنامج. اسألك تجاوبني من تجاوبني تقول اي تقول لا ما تقول كلام تقول نعم. حاضر ماشي؟ وبلشنا. جمهورنا الحبيب مشاهدينا احنا مرات مرات احنا نضطر نوقف المكان لانه بدنا نرضي الكل يعني وما نلحق نروح عليهم هم سامحونا. وبلشنا. شو اخبارك؟ الحمد لله. حضرتك خريجات اللي اه يضحك اه صاحبك يضحك هات مع تنون تعال يا شيخ حط المايك مع تنون اي اي لا تدري عن هاي شخص مع تنون يلا حضرتك مع تنون يا قسم غسام ها غسام غسام اي اي غسام قلت لك تشتي انت شو معك؟ ونعم واحد جبجه شيلو 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 شلون؟ حبيب قلبك الله يحفظك هذا يضحك صوف هذا اخوي اه صوف اخوي والنعم والنعم منك ان شاء الله يلا خذ الهديه وروح يلا خذ وجاوب من الجاوب من النعيم بدون لا بدون اكلم بدون ما نعم بلش 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 بس سوي لي واحد وخلها ما اجي شلونك يا حبيبي؟ بخير وين بيتو؟ حسين المعامل ها حسينيه المعامل ها على الشريه حسينيه المعامل حسينيه المعامل شو اسمك الثلاثي مصطفى حسن محمد مصطفى حسن محمد محمد والنعم والله والنعم منك محمد والدك لا والدك. لا حسن والدي لا يا بلا مصطفى الانتشار يا ابو الامر الله يا بلا تشوجتنا تاكسي لا عبريه لا مصطفى جد الله لا تقول لا يلا حافظ البرنامج؟ متأكد؟ متأكد يلا راح نسألك وتجاوبني من تجاوب ما تقول لنا اي ما تقول لنا لا ما تقول لنا كلام تقول نعم هالشكل ماكو هالشكل ماكو يس ماكو اكيد متأكد ماكو بلش؟ بلش بلش كل عام وانت بخير وانت بألف خير شو اخبارك؟ الحمد لله حضرتك من من زيونك؟ من بلديات ما انت بلديات؟ من منطقة البلديات متأكد؟ شلون شلون زيك؟ ابرك يلا ولا يهمك جابت وحيد اهلك؟ عندك اخوان؟ عندي اخوان شقد؟ اربعة اربعة؟ واحد توفى وقوي ثلاثة إلى رحمة الله الله يخليك أنت الخامس؟ خامس الله يحفظك والدك موجود؟ موجود حجية موجودة؟ موجودة الله يجعل خير ما عليكم الله احكي لي سولف لي تحب الطوبل ها؟ لا ها؟ ميو؟ تغير 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 تغير
شانس تغير شانس بعيون ماشي ولا يهمك ولا يهمك شانس يا بنات تبغى عليه وين رجع وعيش غنبة على الكاميرا هاي كاميرا خالد التحبيل وقلنا لك جائزة لا تشانس هذا جاني تشانس سؤال جواب. سيارة عندك ما عندي ما يحتاج ما عندي. عندك إيه ولا ما عندي ما عندك ما عندي الحجي عنده ما عنده ما عنده سيارة إن شاء الله سعدكم من شيء إن شاء الله كيف سعدهم فيه أنت قلت لي أحب الطاولة ما أحب الطاولة ما أحبها أحب البليارد لا ما أحب ما أحب البليارد ما أحب ما أحب البليارد لا ما احب البديار لا قلت لا مساء الخير مساء الخير عيدك مبارك وعيدك ان شاء الله سعيده كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير من العايدين ان شاء الله الله يخليك ما يخليه يمشي اي انا راح اسال حضرتك علي اياه ان شاء الله راح اسال حضرتك وانت تجاوبيني ان شاء الله من تجاوبيني ما تقولي لي ايه حافظت البرنامج كيف لا عافيه بس التفكير هالشكل ماكو ماشي طب عليه اي هالشكل ماكو اكيد متاكد ماكو متفقين ماشي يلا وبلش شلون الصحه الحمد لله حضرتك ايش مين بغداد من بغداد نعم نعم لا 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 معلم 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 بعد ولا 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 يهمك حضرتك ايش من بغداد بغداد كرخ رصافه كرخ هات بدك كرخ كرخ متاكده كرخ كرخ وين بدك كرخ غزاليه من الغزاليه غزاليه والله والنعم يعني من شارع شجرتي مدير الامن ها شارع مدير الامن مدير الامن لم هاي الركن ما تبي تلعب مو صحيح الزيتون مو الزيتون تسوي لي شكل زيتون ايه ايه يلا ولا يهم تقول لك عم لا تنزل براسك عنا يا عم لا تنزل براسك يا با كل عام وانتم كرمتها جائزتها هاي جلطه جلطه يلا يلا اكبر شيء يريد هديه ترى احنا شفت الشديد والله حلقتنا برطه سعيده بتاعتي ان شاء الله تحتاج راسك حلقتنا اليوم برعايه جدار سنتر مول جدار سنتر نزلت هاي الهديه اللي كان شارع الربع تفضلي وقناه الرشيد بعد قناه العائله العراقيه وكل بعد ولا تخفيضات تخفيضات هاي شنو اه ما طب يلا هاي تخفيضات تروحين هناك شيء عجبك جدار سنتر يمك قريب المنصور لا مو الفرع المنصور فرع الربيعي الربيعي وشرفتينا بالشرف عيدنا عيدكم مبارك عيدك مبارك جمهورنا الحبيب مشاهدينا مشاهدي قناة الرشيد وصلنا وياكم الى نهاية حلقة هذا اليوم اليوم حلقتنا كانت مميزة لان خلص الوقت كانت مميزة حلقتنا برعاية مول جدار سنتر اللي كان شارع الربيعي طبعا خير وبركة عندهم اكثر من فرع عبالي طسك اكثر من فرع عندهم بس احنا حلقتنا برعاية مول جدار سنتر اللي كان شارع الربيعي بين اهلنا وبين ناسنا سألناهم وجاوبونا بس اللي قال لنا ايه واللي قال لنا لا هذا خسر ويانا واللي ركز ويانا ربح وان شاء الله كل اهلنا وتاج راسنا العراقيين يربحون انتظرونا وحلقه جديده من برنامجكم برنامج غلطه الشاطر ومن خلال قناه العائله العراقيه قناه الرشيد تقديرنا العالي لكم وشكر خاص لكل من ساهم برعايه هذا البرنامج وشكر خاص لقناتنا الحبيبه قناه الرشيد وكل القائمين عليها ونقول لكم نلتقيكم وحلقه جديده ان شاء الله تحياتنا لكم في مالا